أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. في نهاية هذا الشريط سوف تتمكنون أولاً من إنشاء مستقيم مار من نقطة وعمودي على مستقيم معلوم باستعمال المسطرة والكوس، ثم باستعمال المسطرة والبركار. ثانياً من إنشاء مستقيم مار من نقطة وموازي لمستقيم معلوم باستعمال المسطرة والكوس. نرسم مستقيما D ونقطة A خارجة، نستعمل الكوس لكي نرسم المستقيم المار من A والعمودي على D كما تلاحظون. أما الآن فنستعمل المسطرة والبركار. نضع السن الجاف للبركار على النقطة A، ثم نحدد قوسين على المستقيم D كما تلاحظون، ثم نستعمل تقاطع القوسين مع المستقيم D كما تلاحظون لكي نحدد النقطة الثانية التي سيمر منها المستقيم العمودي على D والمار من A. أما الآن ننشئ المستقيم المار من نقطة A والموازي للمستقيم D. نستعمل الكوس لكي نرسم العمودي على D كما تلاحظون، ثم نرسم العمودي على العمودي على D والمار من A، فنحصل على مستقيمين متوازيين. بهذا أعزائي التلاميذ ننهي فقرتنا، وإلى اللقاء في شريط مقبل إن شاء الله.